السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء عما هو سامحني وعد للخيمة يا محرقا بالنار يا محرقا بالماء قلب سكينتي إني عزيزتك التي دللتها أرجوك عد بالقرب لا بالقربة هذه الصغار من الخيام ترهكضت هذه الصغار من الخيام تراكضت وإلى الفرات تطلعت في حسرتي يا كاشفاً كرب الحسين هتافها صار الحسين وركبه في كربتي عما زينب لا أراها زينبا تغيرت تغيرت عماه زينب لا أراها زينبا فسألتها هل أنت حقا عمتي
فسألتها يا هل أنت حقا عمتي وحميدة رجفت تخاف من السبا واصفر بالأهواء لون صفيتي عماه ما لي غير خيمتك التي فيها أمانك يا أمان العترة ها جئتها فيها رأيت رقية تبكي فعد بريت غليل رقيتي ما للحسين دنا يهز عمودها أرحلت تترك رحله في محنتي عباس حبا للشهيدة فاطمة عباس حبا للشهيدة فاطمة وجنينها ولضلعها واللطمة تقدر اي من عينك المسمار فانزع ناظرا قلب الحسين مثلثا بالنبلة أدرك إمامك شابكا كفيه فوق الرأس ينقل خطوه بالقوة وضيعتي نادتك سيدة الخبار هاي زينب وضيعتي نادتك سيدة الخبار فدعا حسين مثلها وضيعتي عباس ركن الدين يمشي راكعا بالكم يمسح دمعه بالصرخة شيقول يا ناصري في غربتي يا واحدي في وحدتي يا عدتي في شدتي اسمع يا ابو فاضل يا جوشني ان ابن جوشن يرتقي صدري يا جوشني ان ابن جوشن يرتقي صدري بعيدك يا أخي بل إخوتي عباس للعبرات صرت قتيلها لكنما عباس وحدك عبرتي يوم وصل الخبر إلى الخيام وعلمت زينب بما حل بأخيها أبي الفضل العباس قالت له يا كافلي ويناك ما عودتني على الهجر يا ساكني عيوني يا كافلي وينك ما عودتني على الهجر يا ساكني عيوني
حرقة وصواوينك خدري يا ابو فاضل وقاع يا اخويا شافوني طاحت نساوينك عباس خبرك بالشمر شمسة وبمتوني خويا عقوب عنا خويا عقوب عناك بالصوت ضربوني يا خويا جف سيحبوني الله يرحم والديك لا تصور الله يرحم والديك زينب عذبوها زينب سلبوها عدوانك ولوها بدروب اليسوع بعد عناقة خذوها للطاغي سبوها عدوانك ولوها ما يفيد الصبر اي والله ما يفيد ما يفيد الصبر ويلي 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 تقول للحسين أبا عبد الله ليش ما جبت أبو فاضل ليش ما جبت نشيع أخونا نشوفه وننظر إلى نظرة وداع قالها يا زينب ذاب قلبي لا تنشدي ولا تسأليني حامل الراية وقع وين حماي خدرج صاب سهم القوم بالعين ومن بعد عين ضاعت النسوة وليتا يا حسين جيب النعش لنا نشيل جسمه قالها يا زينب مختلط مخه بدمه الأوصال متقطعة ولا يمكن نلمه وعي يجي وياه يا زينب للخيام قالت بعمل دوا وبادا ويجروحا وبروح بشوفه قبل ما تروح روحا نادى عليها حسين ودموعه سفوحه دواكم ما ينفع بالأخوت قضت الأيام لو كان ينفع لدوا والله لداوي شلون الدوا ينفع ومقطوعه ايادي باكر يركبونك هزل وتمري عليه وعنده خبر عنكم يودوكم الى الشام تتحمل تقول له ما هان ما هان على قلبي مصابك أبد ما هان عليك عيوني تجري خلاص ما هان أدور عالشفوف أحداك ما هان أثار مقطعات على الوطية إن شاء الله
الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا شك أن هذه الليلة من أعظم المصائب التي مرت على أهل البيت. علاقتنا بالعباس عليه السلام ليست هي علاقة ارتجالية، إنما هي علاقة انتمائية، علاقة مبدأ وعقيدة. وبينت مرارا وتكرارا في المصائب، شو اللي يخليك تنسلخ من المصيبة وترفع جوالك وتصور؟ أنا هذا الشيء اللي ما قادر أفهمه، أنت جاي تعزل وجاي تصور. فأرجوكم كرامة للعباس، إذا العباس إلى خاطر عندك إلى نهاية العشرة، عيش الجو ويا الإمام الحسين. جزاكم الله خير. كان الحديث يدور حول علاقتنا بالقرآن الكريم، وبينا في الليلة الماضية الروايات التي بينت وعرفت مكانة القرآن وأثر القرآن الدنيوي والأخروي، وما يصنع القرآن بصاحبه يوم القيامة. لكن أريد أن أستدرك من خلال كلمتين مهمتين وردت في الرواية الأولى اللي قرأناها في الليلة الماضية: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن. الأمر الأول، ربما لم نبين شنو معنى قرأ، وهذا الكلام لا ينطبق علينا حينما نذهب إلى الفواتح ونفتح الجزء ونقرأ آيات، هاي ما ينطبق علينا أننا من قراء القرآن. من قرأ يعني من أصبحت القراءة جزءا من حياته، جزء من سلوكياته، يعني باختصار من أدمن قراءة القرآن، هذا المقصود من القراءة في لسان الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وأشرنا في كلمة شاب إلى عمر الشباب، وشلون الإنسان
يستثمر شبابه في قراءة القرآن، مو هذا موضع تعليقي. موضع تعليقي في كلمة مؤمن. شنو المقصود بكلمة مؤمن؟ وهو شاب مؤمن، يعني عامل بما قرأ. مؤمن يعني قاعد يطبق بما قرأ واستفاد من القرآن الكريم، لأن في القرآن الكريم عندنا آيات خاصة مثلا وردت في بناء العقيدة، كالحديث عن اليوم الآخر وعن المعاد وعن الحساب والعقاب. من يدمن قراءة القرآن قطعا هذه الآيات تؤثر فيه، سيبتعد عن المعصية، سيبتعد عن الخطيئة، سيبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه صار مع القرآن الكريم رفيقا وصديقا. ومن حق الصديق على صديقه أن يعظه وأن يقدم له يد العون. والبارحة الرواية اللي قرأتها إليك، شوف شنو يسوي القرآن. القرآن يوم القيامة يقول له الله، الرواية البارحية يقول له الله: هل أرضيناك فيه في قارئك؟ فيقول القرآن: كنت أرغب في أفضل من ذلك له. هذا إلمن للمؤمن المطبق لتعاليم وأحكام القرآن. هذا اللي كان مستدرك من الليلة الماضية. تعرضنا إلى أمرين مهمين في علاقتنا مع القرآن. قلنا القراءة في وين؟ في البيت، من مهمات العلاقة مع القرآن. وذكرنا روايات أنها تغني قارئ القرآن وتوسع على عياله، لا يكون في فقر أبدا. الأمر الثاني، القراءة في المصحف، يعني ما تقرأ بجوالك زين، وما تقرأ بآيبادك، ولا تقرأ في شاشة التلفزيون. ليش؟ لأن عندك أنت بعدين مهمين. البعد الأول أنه مجرد النظر إلى المصحف، إلى القرآن، هذا شنو؟ عبادة، بغض النظر عن التأمل والتدبر والتفكر وما شابه ذلك. الأمر الثاني أن القراءة في كتاب الله في القرآن تهدي للتي هي أقوم، ويبعث الله تبارك وتعالى النور في بصرك وفي قلبك. زين. الأمر الثالث اللي بداية بحثنا اليوم، الحديث عن واحد من آداب التعامل مع القرآن الكريم، وهو: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام الصادق: أن الرجيم هو أخبث الشياطين، فإذا جئت إلى كتاب الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أول أمر معروف لدى الجميع، لا داعي إلى أن أطيل في هذه النقطة. النقطة الثانية اللي سنقرأ فيها بعض الروايات، وهذا سؤال دار أكثر من مرة، زين، ما هو العدد المسموح لي في قراءة القرآن؟ حتى أنا أريد أبدأ بإنشاء علاقة مع القرآن. شقد أقرأ؟ 10، 20، 30؟ الإمام أعطاك جدولة في كيفية التعاطي مع القرآن الكريم. أولا في الحالة الطبيعية، قال الإمام الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه. عهد إلنا إحنا، خلي هاي الكلمة في بالك وراح أرجع لها. القرآن
عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. الله سبحانه وتعالى أعطاك كل ما تحتاجه في هالقرآن، تمام، وأمرك بأن تتعاهده، مو بس تقرأ قراءة مجردة، إنما لتتأمل فيه ولتنظر في عهد الله وما يأمرك به وما ينهاك عنه. فإذن أول حاجة أو أول أمر، الحالة العامة 50 آية. ليش 50 آية؟ ربما 50 آية هي ليست بالكثيرة قطعا، ولا ربما لا تكون بالقليلة. في بعض السور يمكن تكون 50 آية قليلة، وفي بعض السور الأخرى تكون يعني لا بالطويلة ولا بالقصيرة. فال50 آية ممكن أن تحدث أنسا بينك وبين القرآن إذا أنت يوميا تقرأ هذا العدد. زين، في شهر رمضان شلون؟ يقول: سأل أبو بصير رضوان الله عليه الإمام الصادق. انتبهوا يا شباب، في شهر رمضان شو تسووا؟ يقول: قال اقرأ أبو بصير يسأل الإمام، يقول له: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ أختم القرآن في ليلة؟ قال له الإمام عليه السلام: لا. فقال أبو بصير: في ليلتين؟ قال الإمام: لا. فقال: في ثلاث. فأومأ الإمام بيده فقال: نعم، شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حق وحرمة أكثر من الصلاة إن استطعت في شهر رمضان. وراح تجينا الرواية الثانية أنه لا ينبغي أن يأتي عليك شهر رمضان وأنت قرأت أكثر من ختمة، لأن ما راح تقدر تتأمل وما راح تقدر تتدبر، راح تصير قراءتك قراءة مجردة. الأمر الثالث، اللي يروح الحج أو يوفق إلى العمرة، من الأعمال المحبدة والمؤكدة في العمرة أو الحج هو قراءة القرآن. ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة، يعني كم يوم؟ أسبوع. وأقل من ذلك وأكثر، وختمه في يوم الجمعة، يعني بدأ الجمعة وختم القرآن متى؟ يوم الجمعة. يقول: كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك. هذا بالنسبة إلى مكة، سواء كان حجا أو عمرا. الأمر الثالث في ليلتنا الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل شنو؟ شنو في بالكم الترتيل؟ تجويد. جميل، خلنا نشوف أمير المؤمنين شو يقول في الترتيل. يقول صلوات الله وسلامه عليه عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: بينه تبيانا، يعني أظهر مخارج الحروف.
مو يسمعك واحد وما يدري انت شنه تقول. ساكو بعض الناس في شهر رمضان يقرأ بسرعة، يبغى بس يخلص يسرد سرد هذا، وحتى انت تستمع إلى ما تفهم شي يقول. يقول: ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إذا كان همك آخر السورة لا تقرأ. إذا أنت مستمل من قراءة القرآن ليش تقرأ؟ فهذا هو الترتيل، بيان مخارج الحروف، مخارج الحروف وإظهار الكلمات. ويقول الإمام: أفزعوا قلوبكم وأنتم تقرؤون القرآن. زين، بعده يقول: قراءتك بالحزن. القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن. زين، الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وآله: اقرأ بالقراءة المتعارفة، ولكن ضع فيها صبغة حزن وأنت تقرأ. ليش يأمرنا النبي أن نقرأ بطريقة حزينة في القرآن الكريم؟ أول شيء حتى أنت تقشعر، أنت تتأثر، وهذا الحزن الذي تقرأه يؤثر في من؟ في غيرك، في من حولك، فينجذب إلى القرآن الكريم. زين، نجي إلى الأمر الرابع: القراءة بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر شنو معناه؟ معناه أنك إذا قرأت الآية تتمعن فيها، تتأمل في معانيها. الله شو يريد يقول هنا في هاي الآية؟ هذا مهم جدا، هذا اللي يخلي شنو؟ يخليك تتأثر بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر مفتاح العقل، قد ما تتدبر قد ما تحصل من القرآن الكريم. كلمة رائعة لآية الله العظمى، السيد عبد الأعلى السبزواري على الله مقامه في كتابه مواهب الرحمن في تفسير القرآن، يقول: إن الرجوع إلى القرآن والتدبر فيه والتفكير في معانيه بما ورد فيه توجب رفع الشك واختلاف النفوس وضعف الإيمان، وتورث ثبات القلوب واستقامتها والطاعة التامة لله ولرسوله. يعني شوف فوائد التأمل، تزيل عنك الشك والالتباس، وشنو تعطيك؟ تعطيك قوة الإيمان والثبات والاستقامة حينما تتأمل في القرآن الكريم. الأمر الأخير: اقرأ القرآن على طهارة، وإياك أن تقرأه بدون
طهارة. هذا مو بس لأنه مرتبط بحكم شرعي، حكم الشرعي ما يجوز، لا يجوز مس كتابة القرآن إلا على شنو؟ إلا على طهارة. هذا كلام الله، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا كتابه. شلون أنا محدث وأجي أقرأ كلام الله وأنا لست على طهارة؟ البعض يقول لك أنا شنو، كل شوي أتوضى كل شوي أتوضى. البقاء على الطهارة في الروايات ينير الباطن، هاي نفسك الداخلية تستنير، ومو مشكلة يعني، خير إن شاء الله توضيت كل مرة تدخل دورة المياه جلكم الله وتطلع توضيت، شو راح يصير؟ راح يصير شيء. احنا مشكلتنا الأشياء اللي تفيدنا روحيا ما نبغاها، نبغى الأشياء اللي تفيدنا ماديا، أما الأمور المعنوية. بس أنا قلت لك الليلة الماضية من أعجب علاجات السحر والشعوذة هي العلاقة بالقرآن الكريم، قراءته بصوت عالي في البيت هذا أحد علاجاته. إذا عندك مشاكل زوجية في بيتك اقرأ القرآن بصوت عالي يوميا، ذيب هاي الخلافات. في فوائد عجيبة جدا، لكن احنا ما ندور على اللي ينفعنا، ويمكن لأننا أيضا هذا الجانب المعنوي الجانب الغيبي بيننا وبين مشاكل، ليش نروح هناك وإحنا عندنا المادة، عالم المادة وعندنا مظاهر وعندنا ملذات وعندنا. لكن تعال هنا الفيوضات الحقيقية، شوف يوم القيامة لا فلوسك ولا سياراتك ولا أملاكك ولا جوالك ولا أي شيء راح يكون وياك في القبر ولا راح يفيدك بشيء، ربما يكون وبالا عليك. الله راح يسألك عن فلوسك وين أنفقتها، راح يسألك عن هاي سيارتك شلون جبتها، وراح يسألك عن الوقت الذي أنفقته في تلفونك في جوالك اللي أنفقته وقتا أكثر من طاعة الله تبارك وتعالى. وكل هذولا لن يفيدوك يوم القيامة، الوحيد اللي يدافع عنك يوم القيامة القرآن، مثل ما قرأت لك الرواية البارحة، هو اللي يدافع عنك. يقول كل عامل يأخذ أجر عمله إلا عاملي، فيقول له الله شو تريد، ما تقبل بهذا العطاء؟ قال إني أريد له أفضل من ذلك، فيعطيه الله حلتين يوضعون تاجا على رأسه، وكلما قرأ آية ارتقى درجة في الجنة. ويقول له الله، يقول إلى القرآن هل أرضيناك فيه؟ قال نعم. هذا اللي يدافع عني واللي يبحث عن ثوابي وعن أجري لأنني قرأته وتعلقت به، هذا احنا ما نريده. شوف صلابة الإيمان من وين تجي؟ صلابة الإيمان، رحم الله عمي العباس، لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. تذكر قبل شوية كلام السيد السبزواري أن القرآن يعطيك قوة في الإيمان وصلابة في اليقين واستقامة. إنسان بهذا المستوى شنو علاقته بكتاب الله؟ شنو علاقته بكتاب الله؟ صلب الإيمان نافذ البصيرة. وإذا تقرأ عن أبي الفضل العباس عليه السلام ستجد أن عنده صفات ميزته عن الخلق، أنا ما أتكلم عن الأئمة. لما تقرأ في الزيارة
يقول عنا الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك نصحت لله ولرسوله، هاي نعرف، ولأمير المؤمنين، أمير المؤمنين أبوه وما قصر في خدمة أبيه، وللحسن. شلون للحسن؟ بعد للحسين نعرف، للحسن كان يسمى في زمن الإمام الحسن بوجه الشيعة العباس عليه السلام، وكان الذي يأخذ الأموال من الإمام الحسن بأمر من الإمام الحسن ويقسمها على الفقراء. أطيلت 10 سنوات إمامة الإمام الحسن، كان أبو الفضل العباس ملازماً لأخيه لا يفارقه، وكان في خدمته دائماً. أنت تقرأ في شهادة الإمام الحسن عليه السلام، مو يقولوا لما راحوا بالنعش رشقوا جنازة الإمام الحسن عليه السلام 70 سهماً. تعال اقرأ وشوف. طلع العباس بوحده بوحده، ولولا الإمام الحسين لمزقهم تمزيقا. هذا جيش كامل، قبيلة كاملة، وقف للإمام الحسين قال: لا تهرق من أمره ملء محجمة دما، فهذه وصية الحسن. وكان مع الإمام الحسين من 50 بعد كإمام، اللي هو الإمام الحسين، إلى 61. كان وجه الإمامة ناصراً للحسين عليه السلام، ويقول عن: اركب بنفسي أنت. هذا نفس الإمامة، نفس الولاية، هذا الإنسان العظيم اللي بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام علاقة ما أدري شلون أعبر عنها. الأخوة اللي احنا نفهمها قطعا، أخوة العباس مع الحسين تفوق ما نفهمه وتفوق قدراتنا العقلية. هذا العباس، وكان حنونا على نسائه ونساء أخيه وأطفال أخيه، كان محبوبا عند الأطفال. كل من طفلة تريد شيء من عند الحسين تجي لأبو فاضل عباس تروح له. هذا العم الحنون، العم العطوف. لذلك مو سهلة تشوفه يجي يستأذن الحسين عليه السلام ويقول له: ارجع أنت كبش كتيبتي، أنت عمود خيمتي، إذا قتلت يؤول مخيمنا إلى الدمار ومعسكرنا إلى الشتات، ارجع. رجع ويده على قائم سيفه، يسمع منك طفله تبكي ومن امراه تصيح، وهاي امراه تعثر، وهاي وحده طفله تدور ماي، تطلع من خيمه الخيمه تدور ماي، من خيمه الخيمه سكينه تدور الماي، وتصيح: يا عمه تراني ذايب حشا، إن كان عندكم ماي يا عم اسقوني، هذه خواتي من عطشهم ذوبوني، وأطفالي الرضعان يا عم ادهشوني، وأما الرضيع يلوج متحسر على الماء. شقالت لها؟ تقلها: يا بنتي بهالحجي تحنت ضلوعي، ضلوعي
لو والدمع يروي رويتك من دموعي. وابو فاضل يسمع قالت الا نجيب لك الماي. راحت بالطفل تبكي لابو الشيمه، ابو فاضل عمدها وبيرق الليمه، لما وصلت وقفت ورا الخيمه تهل دموع والونات تخفي. سمعها وصاح والسيف بيمينه يلوح، جن هالواقفه زينب توين وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعض الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضي. ناداها يا زينب وابتهج قلبه، يا زينب هاي هالطلبة مهي صعبة، ولو فوق الشريعة القوم من صبا لخلي الساعة هالراية ترف بيه. صاحت والدمع بخدودها سافي، يا حاوي علومها المكنون والخافي. أنا أدري بيك شيال العلم وافي، ترى أطفالك يا خويا العطش ما. قالت حق منال بتولة مكسرت الأضلاع، ولو فوق الشريعة مية ألف دراع لخلي أجنايز تظل فوق القاع، ولأطفالك لجيب الماي واسقيها. أجاء إلى الحسين أبا عبد الله، يا حسين دور خصني أنا لهاليوم مذخور، والله بالمطهم لدوس خدود وصدور، تدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور، وبالغاضرية لنا مرى من قاصدين. قال له إذا كان ولا بد فاطلب قليلا من الماء إلى هذه العطاشة. أخذ العباس القربة، نظر الحسين في عينه، تحادرت دموعه بحرقة وادع العباس. ويا حسين موادع غالي راحي فارق الغالي، صبره وما بجاو بس قبل لا يمشون، واحد حسب الآخر دمعته تلالي. اجا حسين وفتح درعان للعباس، قلب غيرك انا تخيلت حالي، انا عطشان صح بس ما شغلني الماي، لكن لو فقدتك ينشغل بالي بالي بالي. صعد على ظهر جواده انحدر الى المشرعه، يزمجر ويكبر ازاح من عليها. ترجل من على ظهر جواده، نزل الى الماء وخاض الماء، خاض الماء بس هذا صوتك والليلة سابع. خاض الماي ترس شفا يروي عطش، تذكر لنا خوح ذبي الماي من جفه.
آجركم الله ملأ القربة وضعها على كتفيه صعد على ظهر جواده توجه نحو الخيام وابن سعد ينادي ويحكم اقطعوا علي الطريق والله إن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم احتوشته الألوف زحفت عليه الصفوف آجركم الله حتى غيبوه والرايا تتمايل يمينا وشمالا يحمل على الميمنة تارة وعلى الميسرة أخرى حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصارم بالدار الأجال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاق الموت حتم القضب سيف وعزرائيل يا الله قاتلهم قتال من عاف الحياة فبينما هو يقاتل برز له لعين من خلفه رافعا سيفه ضرب العباس على يمينه أيوة عباسا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين أخذ السيف بشماله واللواء بعضده قاتلهم قتال من عاف الحياة فبينما هو كذلك كمن له لعين آخر ضربه على شماله أخذ اللواء بعضديه كان همه إيصال الماء إلى الحسين يا الله جاءته السهام كرش المطار سهم وقع في محجر عينه وسهم في حنكه وسهم في صدره ما همته هذه السهام كان محافظا على القربة وهو متجه نحو الخيام فجاءه سهم وقع في القربة فأريق ماؤها فأوقف جواده وانحنى على قربوس فرسه وضع السهم بين ركبته فكمن له حكيم بن الطفيل بيده عمد من حديد رفعه إلى أعلاه ضرب العباس على رأسه صار يتمايل على ظهر جواده كيف يسقط على التراب ولا يدين ولا كفين فسقط على حر وجهه نشب السهم في عينه فنادى أدركني يا حسين يقل حسين يا خويا طحت من المهر وشاب عيوني على دربك وانتظر أبغاك تتأمل حال الحسين من سمع صوت أبو اليمة دوا بعد ما يقدر يشم حتى الهوى من وصل لعضيده وعلى جسمه هوى يقل له اقعد يمن وجهك كالبدر من وصل يمس الوتا وشاف السهم والجفوف مقطعة بصف العلم لزم ظهره وصاح يا سور هدايم جنت سوري وجنت ناطور الحرم
اسمع شي يقول له. زينب اختك ظلت بلا يا امان، زينب اختك ظلت بلا يا امان، وانا حاطتني العدا من كل مكان، وين اخوتك والوفا وين الحنان، شلون تقطع يا شهم عشرة عمر. اسمع بعد قال له. عفت سكنت حاجي خوها بالماء، شقد صورة تجرح. عفت سكنت حاجي خوها بالماء، تقول له يا عبد الله لا تبكي بعد. ليش؟ عبك عمك العباس ما يخلف وعد، عمك العباس ما يخلف وعد، هسه يلفي بقربت اخويا بتشوف. بعد شو قال؟ يقول لاخويا اختك حرمه بعد ما بيها حيل، تسكت الايتام وتبار العليل، ساعه تقعيل ساعة مدمعها يسيل، وهي جانيها بهالريح اليمر. بعد خويا اقعد خويا قوم وياي يا راعي الوفا، بيدك وبيدي دمعها ان الشفايا، زينب اختك ذي الابد ما شايفه، زينب اختك ذي الابد ما شايفه، شجاب زينب على الهزل ويا اليسار.